السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا توخذونا اليوم لابسين هالبدلة على أساس نشتغل بالمحمية، لبسنا ثياب تشققت 2000 مرة وهذه أخر. أول شيء قبل ما نبدأ في موضوعنا حاب أشكر الكاتب الرائع فهد العيلي على كلامه الرائع عنا وأيضا تفاعله مع البيئة وأيضا الدكتور يحيى مفرح الزهراني، شكرا لكم وشكرا لمن كتب عن البيئة وعن الحياة الفطرية ومن ايضا زاد الثقافه العربيه كنا في السابق امه تنشر الثقافه الى جميع دول العالم لكن للاسف الان تعمد تجهيلنا من بعض الاعلام الذي ينشر الاشياء التي تجهل شبابنا اشكر كل من وقف مع اي شيء مفيد سواء عبيد او غير عبيد في كل المجالات في كل العلوم اشكركم لنشر الثقافه وان شاء الله نشاهد هذه الاشياء تخرج الى العالم اجمع اليوم راح نتكلم عن طائر جميل ورائع الا وهو طائر الكناري. ما ودي اطول عليكم، نبدا في الموضوع. اسف على الاطاله ولكن الكلام اللي قبل شوي هو وقفه احترام لكم. اشكركم. الان ندخل في موضوعنا، موضوعنا عن عصفور الكناري، هذا العصفور العالمي المشهور. نعرف انه طائر اقفاص، طائر جميل المنظر، يغرد فقط. لا نعرف شيء اخر، الا بعض الناس يعرف بعض الاشياء عنه. هذا الطائر اليوم راح نزيد الثقافة عنه وأيضا ممكن أنت مقبل على شرائه تأخذ المعلومات المهمة عن هذا الطائر قبل الشراء وضعين هذه المحمية محمية عبيد العوني من أجل دراسة بعض الحيوانات المنزلية هل هي تصلح عندنا ما تصلح تتحمل الحرمة تتحمل وش عيوبها وش بعض الطيور في المحمية البرية إذا تكاثرت نطلقها طبعا لوجه الله سبحانه وتعالى لا تهدف هذه المحمية للتجارة وأجرنا على الله سبحانه وتعالى من اجل نشر الثقافه ومن اجل ايضا الاهتمام في بيئتنا وممكن بعض الطيور تصبح دخل لمن الان يسمعني الله يرزقهم يا رب ولا تنسونا من الدعاء ندخل في الموضوع عصفور الكناري شخصيه مشهوره في العالم اسمها شخصيه تويتي يعود اسم الكناري الى جزر الكناري الموجوده في اسبانيا وهي الموطن الاصلي لتلك الطيور، حيث قام الاسبانيون بنقل هذه الطيور الى كافه انحاء اوروبا خلال القرن السادس عشر، يعني ما يقارب 500 سنه تقريبا، حيث كانت تربيتها داخل الاقفاص مما ادى لبروز سلالات جديده. موطن الكناري الاصلي هي جزر الازور، هذه الجزر الرائعه الجمال، وايضا جزر الكناري وماديرا. هذه هي الجزر الثلاث هي اصل الكناري بالعالم. أحبها البحارة قديما فعملوا على نقله معهم إلى موطنهم ظهرت ألوان كثيرة للكناري أصفر وأحمر لكن هذه ليست الألوان الأصيلة لون الكناري البري الأصلي هو أخضر وأصفر مع وجود بقع باللون البني على المؤخرة ولذكر الكناري رأس كبير البري ملون بالأخضر والأصفر وجبهه وجه باللون الأصفر والجزء الأسفل من البطن والذيل لونها أبيض وهناك بعض البقع الداكنة على الجنب والأجزاء العلوية رمادية وخضراء. مع وجود بعض العلامات السوداء والأرداف صفراء. الأنثى مماثلة للذكر ولكن رأسها وصدرها رمادية والأجزاء السفلى صفراء. وطيور الكناري الصغيرة البرية لونها بني مع بقع داكنة يعني يشبه عصفور الدوري. هذه ألوان الكناري الأصل البري. وقد انتشرت هذه الطيور وأطلقت في شمال غرب جزر الهواي عندما تم إطلاق هذه الطيور وتركها في جزر الهواي عام 1911 ونجحت في التكاثر وادخلت أيضا في برمودا في عام 1930 وسرعان ما تكاثرت هذه الطيور التكاثر في برمودا عجيب ولكنها بدأت في النقص عام 1940 بعد أن قضت حشرة أسكال على بعض الأشجار المهمة للكناري في برمودا وفي عام 1960 ماتت جميع الكناري في برمودا وهذه الرساله لكل من يطلق الطيور ليس كل طائر تطلقه ينجح ممكن يؤثر على الحيوانات المحليه ممكن ايضا يموت أما غذاء الكناري يحتاج الكناري في قفصه إلى الطعام الصحي المتوازن وإلى الماء النظيف في كل يوم ويتكون غذاءه المتوازن من البذور وهي المصدر الأساسي للطاقة وهي مكونة من 75% بذر كناري و15% بذر ليفت و10% بذور مختلفة كبذرة الكتان وبذرة الشوك كما يقدم لها أيضا الخضار والسبانخ والخس والملفوف والبقدونس والجرجير للتكاثر والفلفل الحار والبركولي والفواكه كالتفاح والأجاص والفراولة والبرتقال يعني أنا ما أقول لك حطها له كل هذا يكلفك ماديا ولكن أضع يوم كذا يوم كذا إلى آخره على قد حاجتك وأهم شيء البذور أيضا يحتاج إلى الكالسيوم مثل قشور البيض وعظام الحبار ممكن تقدمها له أيضا ممكن تقدم بيض الدجاج المسلوق أثناء فترة البيض يتم تعويض الأنثى في البروتين ولكن تتوقف عن تقديمه بعد انتهاء عملية البيض الآن نتعرف على تكاثر طيور الكناري أكثر الناس يشترونها يقول أنا على أساس أكاثرها وعلى أساس مثلا أبيع منها أو أشتري طيب أن الفترة ما بين فصلي الربيع والخريف هي الموسم متعرف عليه عند أكثر مربين الكناري أو ممكن توفر مكيف على أساس تضع هذا الجو المعتدل الحر الشديد يقتل الكناري ايضا البروده الشديده تقتل الكناري الكناري ليس مثل الحسون وايضا بادجي والكروان وبعض والحمام بعض هذه الطيور تتحمل وانا جربتها عندي تتحمل الحر من دون مكيف ولكن الكناري حساس جدا بالحر الشديد يموت ايضا البروده الشديده يموت تضع في البروده الشديده ممكن تضع عليه بطانيه في الشتاء على القفص او جزء منه على اساس ما يموت طيب كيف نعرف أن الذكر جاهز أو الأنثى جاهزة للتكاثر؟ أول شيء تشتري من أنثى جاهزة للتكاثر وتشرط على صاحبها. الذكر هو المهم. تعرف أنه جاهز إذا أصبح يغرد. الذكر الصغير لا يغرد أو إذا غرد شيء بسيط هذا غير جاهز. تغريد رقم واحد مهم يبين أن الذكر جاهز أو غير جاهز. اثنين تقلب الكناري سواء ذكر او انثى على ظهره وتشوف بعض الاعضاء التناسليه مثل هذه الصوره موضحه هذا ايضا شيء من انه جاهز او غير جاهز. اذا اصبحت الانثى جاهزه تبيض في القفص من اثنين الى ست بيضات في كل مره من العش وتجمع طبعا الخيوط والريش ويفضل وضع قطعه من الصوف داخل العش. في اليوم الخامس من حضانه البيض عليك فحص البيض بواسطه المصباح الكشاف. لضمان تأكد هل هو مخصب أو غير مخصب. حينما تضع عليها كشاف المخصبة يخرج لك عروق وأيضا الجنين، الغير مخصبة لا يظهر شيء. يتم إزالة البيض، بعض الأناثي تنتج بيض غير مخصب دائما، هذه يفضل ابعادها عنك. بعد ما يفقس البيض المخصب لازم 14 يوما من تاريخ وجود البيضة الثانية. يعتمد صغير الكناري على نفسه ويظهر فيها الريش بكثره بعد 14 يوما اذا حبيت ان الانثى تكاثر تتكاثر ايضا الذكر ثاني مره عليك في شراء قفص ينقسم قسمين تاخذ الذكر بعد 14 يوما والصغار وتضعها في القفص الاخر على اساس يطعمها الذكر وتبقى الانثى في القفص الثاني على اساس ترتاح وعلى اساس ايضا تستعد لموسم التزاوج وعلى اساس ايضا تبني العش هذه افضل الطرق لتكاثر كناري الاقفاص إذا وضعت في محمية كبيرة وسلاكة كبيرة إنتاجها أقل من الأقفاص لمن يريد مثلا البيع أو الشراء أفضل شيء القفص اللي فيه قسمين أكثر الذكور تقف في فترة الصيف عن التغريد بعض الذكور تغرد من أجل الأنثى فلما تضع معه الأنثى يقف عن التغريد أو يقف شيء بسيط لكن بعض الذكور تغرد ليل ونهار ما عندها مشكلة وهذه أفضل الأنواع إذا شريت الكناري افحصه إفحص ريشه شف هو مريض مريض شف الأرجل الخاتم الموجود في بعض الكناري هذا عمر الكناري عمر تفقيسه لازم تعرف إذا صار عمره كبير مرة شايب غير جاهز إذا أصبح صغير بالعمر تغريدة بسيط أيضا غير جاهز عليك بالذكر المناسب المغرد أيضا اللي بنيته ممتازة سليم من الأمراض لا تأخذ الشفقة تشتري واحد مرير بعدين يعدي عليك الطيور الأخرى ممكن يسبب لك أمراض رجاء أن اللي فيه حساسية يبتعد عن هذه الطيور أو ممكن يضعها في شرفة المنزل حساس ما تسبب حساسية لأهل البيت طيب يا عبيد وش أفضل الكناري للتكاثر وايضا اللي عنده مثلا موت الصغار اقل الى اخره. انواعهم كثيره ولو قلت لكم نوع ممكن انا اخطي في هذا النوع، لكن المتعارف عليه هو الكناري السوري. سمي سوري لان بعض السوريين اهتموا في هذه السلاله، هي طبعا شكلها ليس جميل، نحيفه، قصيره ولكن تغريده ممتاز وايضا تكاثره جميل وموت الصغار اقل من الانواع الاخرى. اعيد واكرر لا تشتري الكناري الا من واحد ثقة وايضا ممكن يبيعك انثى ممكن يبيعك ذكر غير مغرد صغير ما يصلح الانتاج ممكن مريض الثقة اهم شيء وافضل شيء تشتري صغار مع انثى مع الانثى مع الذكر جميع هذا افضل شيء لكن عيبها سعرها غالي فالطيور سبحان الله بركة من الله بعضها تشتري غالي وكذا ويموت وبعضها رخيص ويتكاثر إذا حصل الأمان والمكان المرتاح فيه والقفص طبعا بعضهم يقول أه وشو كبير أو صغير القفص لا متى ما حس الطائر أنه يقدر يتحرك فيه ومرتاح فيه هذا القفص المناسب السلاكة طبعا المحمية الكبيرة يرتاح فيها ولكن تاجي يصير أقل القفاص على حسب الحجم اهم شيء انه مرتاح ولا يهرب هذا الطائر وفيها المكان النظيف والماء. وايضا العنايه النظيفه وعدم تسليط الاطفال الا اذا علمت الاطفال انهم ما يؤذونهم راح يتكاثر هذا الطائر والجو والاكل وامور كثيره والفيتامينات كلها تساعد هذا الطائر انه يغرد عندك وايضا تستمتع في هذا الطائر استمتاع ما بعد استمتاع اذا عرفت تربيه هذا الطائر جيدا طبعا هذه بعض المعلومات السريعه عن تربيه طائر الكناري بعضهم يقول وش فائده هذا الفيلم؟ الفائده هذا الفيلم اشياء كثيره، واحد منها من يقبل على شراء الكناري وايضا زياده الثقافه وايضا ذو مردود اقتصادي رائع جدا، ناس اعمارهم على 17 سنه، 15 سنه، ربوا هذه الطيور وكاثروها واصبحوا يدرون على اهلهم فلوس. سواء في الطيور، في الزراعه، في الصناعه، في الاختراعات، في كل المجالات. نحن للاسف في الدول العربيه نستورد ولكن لا نورد. أو لا نجلو يعني ناخذ بس ما نعطي، ليش كذا يا جماعة؟ في كل المجالات أكثر دول العالم تورد لنا أغنام تورد لنا طيور تورد لنا خضار تورد لنا حتى بشر عندنا خير هذه لو أصلا أصبحت هناك مؤسسة أو ذات إنتاج اقتصادي دولي عناية صح وتوردها لكل دول العالم كان البطالة اللي عندنا في الدول العربية راحت أيضا صار فيه مردود اقتصادي اخر وهذا الاقتصاد تربيه الطيور مع الصناعه مع الزراعه ياتي فوائد على البلد وايضا هناك فرص ولكن الفرص استغلها البعض واستغلها دول الغرب ونحن للاسف الشديد ما زلنا على وضعنا الحالي. بعضهم يقول انت ذكرت ان اللون البري لطائر الكناري لون واحد، طيب الالوان اللي طلعت الاخضر والاصفر والاحمر وشلون طلعت؟ كيف طلعت هذه؟ هذه طلعت يا اخوان من تهجينها مع طيور اخرى، طيور عالميه اخرى بريه. بعضها يوم هجنوه اصبح عقيم مثل الحسون لما تهجن مع الكناري يطلع البندوق، والبندوق طبعا طائر يغرد رهيب لكن عقيم. ايضا طيور اخرى هجنوها مع طيور الكناري لم تخرج عقيمه ولكن خرجت الوان رائعه وجميله سوف نشرحها بالتفصيل بعد شوي. فالتهجيم مفيد ياخذ الشيء الجميل في كلا الصنفين فيخرج في صنف اخر لكن بعض الاحيان يصبح عقيم بعض الاحيان يصبح مثلا مريض بعض الاحيان يصبح ذو مناعه قويه سوف نتكلم عنها بالتفصيل بعد شوي بعد ما هجن الكناري حصل هناك تغيير في الحجم في اللون بالشكل بالتغريد ايضا انا قسمت لكم ثلاث اقسام على اساس تكون اسهل واحد حسب التغريد والغناء الثاني حسب النوع الثالث حسب اللون نبدأ في أهم مرحلة هي التغريد والغناء أكثر الناس يشترون الكناري على أساس التغريد والغناء أحسن أنواع الكناري بالتغريد والغناء هو الأمريكي وهو هجين وجد في أمريكا لأول مرة سنة 1930 ولذلك سمي بالأمريكي فهو ثلثين رولر ألماني وثلث بوردر معدل فترة حياته عشر سنوات ومنها ألوان عدة مثل الأصفر الصافي والمخضر والبرونز والأبيض والبني وغيرها الثاني الكناري الرولر الألماني الرولر الألماني بوجهة نظري أنا لأني جربته عندي أجمل تغريد طيور الكناري بلا منازع جميل جدا سمفونية رائعة لكن عيبة حساس الأكثر شهرة في غنائه المتواصل والعذب وهو مغلق منقاره الرولر الألماني جلب من جزر الكناري قبل 500 سنه عن طريق البحاره الى ايطاليا ومنها انتقل الى المانيا وطور في المانيا لذلك سمي الماني. حساس جدا باختلاف درجه الحراره لا يتحمل البروده ولا الحر. يربى لصوته وبعضها يمتاز بمنقاره المستوي. يمكنك ان تميزه عن غيره بغنائه ومنقاره مغلق ونغمته المتواصله التي لا ترتفع ولا تنخفض حدتها. الثالث المغرد الكناري البلجيكي ووتر سلجر صوتها العذب أثر أذان الناس منذ سنين طويلة ولم يزال غنائه رائع جدا عيبها ليست اجتماعية على الإطلاق كباقي الكناري لذا يجب فصلهم حتى منذ الصغر حتى أنها لا تتجاوب مع الأنواع الأخرى في نفس المكان لكنك سوف تستمتع جدا بغنائه وتغريده يشبه أصوات الماء عندما تسقط قطرات الماء لذا سمي بالوتر سلاجر أول ما عرف بألوانه الأصفر لكن منذ عشرون سنه وجدت الوان اخرى عيناها اسودان تلمعان ومنقار صلب وغلظ واطول من غيره. الرابع والاخير التمبرادو الاسباني عرف في اسبانيا ويعتبر الاقرب جينيا للكناري البري. يشبه الكناري البري جدا. غنائه يحتوي على 12 نغمه مختلفه. الوانه متعدده وتستمتع حينما تاخذ هذه الطيور حماما منعشا حين تشاهدها. ذيلها يشبه ذيل السمكه عريض. وأرجله قصيرة يعتبر الأنقى في إسبانيا حيث أنه يربى لغنائه فقط ولم يهجن لعدة ألوان سمي التمبرادو لأن صوته يشبه صوت الألات الجرسية الشعبية في إسبانيا بعد ما أخذنا أشهر الكناري المغردة طبعا كل الكناري تغرد ولكن هذه أشهرها اللي ذكرناها قبل قليل الآن نأخذ حسب النوع البوردر يعتقد أنه أوجد في اسكتلندا ويمتاز برأسه الكبير الدائري وجسمه ايضا الدائري ولكنه ايضا يغرد كبقيه الطيور وتوجد بها الوان عديده اكثرها شيوعا هو اللون الاصفر الثاني حسب النوع ايضا الجوليستر اشهر انواع الكناري صغير الحجم لكنه ليس صغير بالنسبه لغيره وجد في انجلترا عن طريق تزويج بوردر صغير الحجم مع الرولر المقنبر راسه عليه ريش مثل التاج ولذلك سموها المقنبر وايضا النرويجي المقنبر في اول التسعينات من القرن الماضي. ياتي بنوعين المقنبر وغير المقنبر. والجلستر اشتهر براس المقنبر مثل القبعه، جناحه وارجله قصيره. يجب ان ننتبه حين نزوج الجلستر. اولا يجب ان لا نزوج ذكر جلستر وانثى جلستر، الصفه الغالبه بها هي اللون الابيض، حيث ربع الافرخ تموت اما في البيض او بعد التفقيس. ثانيا يجب ان لا نزوج ذكر جلستر مقنبر مع انثى جلستر مقنبره فاذا كان الذكر مقنبر يجب ان تكون الانثى غير مقنبره واذا كان الانثى مقنبره يجب ان يكون الذكر غير مقنبر لان فيه عيوب خلقيه كثيره وهذه بعض عيوب التهجين الثالث حسب النوع ايضا الفيفي بعد الحرب العالمية الثانية بدأ بعض المربين البريطانيون في تكبير حجم البوردر حيث كان صغير الحجم وبعد عدة تهجينات ظهر البوردر المعروف اللي قبل شوي ذكرناه لكن البعض الآخر حافظ على البوردر صغير الحجم وطوروه وسموه بالفيفي لذا البعض يعتبره بالبوردر صغير الحجم الفيفي من أصغر طيور الكناري حجما فلا يتعدى طوله 11 سنتي النوع الرابع هو البريزيان المفتل البريسي أوه عد هذا دلعت من أهم طيور الكناري مفتلة وكما يدل اسمه فقد طور في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر فهو هجين بين الكناري الهولندي المفتل مع كناري كبير الحجم مثل اللانكشير فدمج تفتيل الريش مع الحجم الكبير يمتاز كما الكناري المفتل بريشه الطويل المفتول على جسمه أعقد أنواع التهجين فهو يختلف كليا عن الكناري العادي والبري لكبر حجمه اكثر من 20 سم حجم وريشه المعكوف حتى ان الناظر اليه يعتقد انه مثل الحمامه الماسيه القزم يعني كبر الحمامه الماسيه القزم به بعض المشاكل الجينيه كثيره المشاكل الجينيه وهذا عيبه مثل بعضها يفقس اعمى والمعدل المرتفع لموت الفراخ كثير جدا داخل البيض وايضا افرازات الكثير من الكراتين بكميات عاليه جدا مما يجعل الاظافر طويلة ومعكوفه قبل قليل صنفنا الكناري حسب التغريد وايضا حسب النوع. ناتي الى اخر مرحله حسب اللون او سلاله اللون. الكناري ذو العامل الاحمر ريد فاكتور. كما الاسم يدل عليه فهو يمتاز بلونه الاحمر. اخذ هذا اللون عن طريق تزويج انثى كناري مع ذكر طائر اسيسكين الاحمر. اسيسكين يحتوي على جين مسؤول عن اللون الاحمر وبالتالي سوف يعطي الكناري المهجن اللون الاحمر ولحسن الحظ الكناري المهجن مع السيسكين غير عقيم يختلف عن الحسون لما هجنناه مع الكناري اصبح عقيم اما هذه السلاله ليست عقيم واعطتنا اللون الاحمر طبعا طائر السيسكين ياخذ هذه الصبغه من الغذاء في البريه لذلك يجب ان توفر للكناري الاحمر هذه الصبغات وهذا الغذاء على أساس يعطيها اللون الأحمر إن لم توفر له هذا اللون سوف يتحول لونه إلى برتقالي محمر يعني مو أحمر مرة يعني يحتوي طعامه على الصبغة مثل كارتونيد إذا لم يتوفر يمكن شراء صبغة صناعية تخلط مع الغذاء وطيلة فترة طرح, طرح الريش أيضا يجب توفيرها حتى يبقى محافظا على لونه الأحمر النوع الأخير على حسب اللون الستافورد نوع جديد طور في الثمانينات من القرن الماضي عن طريق تزويد جوليستر مع الكناري ذو العامل الأحمر لذا فهو يربي للونه ويعطى أيضا الأكل الملون مرة في السنة يعني يعطى الأكل الملون مرة في السنة ولأنه جزء من الكناري ذو العامل الأحمر خرجت بعدة ألوان حسب اللون الأحمر وحدته. ولانها ايضا جزء من الجلستر ففيه المقنبر وغير المقنبر وهذا لا يعني ان كل كناري مقنبر ملون يعتبر ستافورد. وفي نهايه المطاف لا يسعني الا ان اشكركم واعذرونا ان حصل خطا او تقصير. طبعا هذا جزء بسيط من عالم الكناري ولو تكلمت الكثير والكثير لن اوفي حق هذا الطائر الجميل والرائع. شكرا لكم.